أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل المؤمنات يغضضن إلى آخر الآية. إذن سبحان الله الأحد الصالحين ذهب مع تلميذ له عند قوم فأكلوا، فبعد ما أكلوا خرج التلميذ مع الأستاذ وقال والله ليس من شهامة أن تصب النساء على أيدي الرجال. بعد ما أكلوا صبوا على اليوم ماء غسلوا يديهم وتوكلوا على الله مشوا. فالتلميذ يقول يعني عيب أن النساء يصب على يد الرجال، فين الرجال؟ قال شيخه والله آكل في هذا البيت منذ 10 سنين لا أدري الذي يصب على يدي رجل أم امرأة. أنت راح تبص ولا راح تأكل وتمشي؟ فهو عمل يعني يقول عليه متعدد المواهب، أكل وبص. في إيه يا أخوانا سبحان الله؟ فالقضية أن الإنسان وحدة واحدة، فلما أنت تغض البصر يحصل لك 3 أمور: بصيرتك تنطلق، الحكمة ربنا ينطقها على لسانه، أمر الثاني، الأمر الثالث خلي بالك لا أحد له دين عندك يوم القيامة، لأنك كلما نظرت إلى حرمة مسلم أخذ من إيه؟ من حسناتك يوم، لأنك انتقصت من قدره. هي خرجت الشارع مضطرة، خرجت إلى العمل مضطرة، فاتق الله أنت فيها ولا تنظر. سبحان الله، حاتم تلميذ عند شقيق البلق 30 عام متواصلة، ما في يوم إلا ما يعد عليه. بعد مرور 30 سنة طرق باب شقيق، شقيق يتوضأ قال لزوجته افتح الباب، فتحت ورجعت، من بالباب؟ قالت صاحبك الأعمى. قال والله مالي من أصحاب عميان. سبحان الله، فخرج وجده حاتم، قال ظنتك زوجتي أعمى. 30 سنة يأتي إلى بيت صديقه وزوجة صديقه تظن أن الرجل إيه ده، ما شاء الله الباب يفتح، أنت عارف يعني سبحان الله يشوف قطر من هنا، سبحان الله يعني يجيب آخر البيت. الله، في لوحة عندكم ما شفتها من قبل، لوحة يا ابن الحلال أنت تزرقاء اليمامة، لا إله إلا ياخذ غض البصر. لك من أدش الإسلام ده عظيم إزاي؟ الإسلام عنده قضية الوقاية خير من العلاج. اطرق الباب وأعط ظهرك للباب، وقف على يمينه، سلام عليكم من فلان. طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول من؟ قال أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ أنا. قالها من؟ قالها إبليس، صح ولا لا؟ قال أنا خير منه. قل فلان، فلان ابن فلان. وقف واعط ظهرك للباب، بعدين أول ما يقول لك تفضل فتريث شوي، تفضل مرة ثانية، بعد إذا دخلت قف، لا تجلس إلا إذا وضح لك صاحب البيت أين تجلس. هذا من الأدب يا أخي، هذا من الأدب سبحان الله. فإذا جلست خلصت أن صاحب البيت أولى بإيه؟